بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي عصر اليوم السباق 22 لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس شركة فيفا وديربي البحرين، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم ديربي البحرين إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، ثم تم تقديم كؤوس شركة فيفا إلى الفائزين، حيث قام محمد البلوشي محلل المسؤولية الاجتماعية بشركة فيفا كأس الشوط الأول إلى المالك الفائز علي حسين أحمد، ثم قدم محمد جمشير مدير العلاقات الحكومية بشركة فيفا كأس الشوط الثاني للمضمر الفائز حسن دليمي، فيما قدم جمال السيد مدير العلاقات الحكومية بشركة فيفا كأس الشوط الثالث للمضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الرابع للمضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما قدم الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس للعلاقات الحكومية بشركة فيفا إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وكأس الشوط السابع للمضمر الفائز فوزي ناس.